أخرت عليكي؟ لا أبدا. أخبارك إيه؟ بخير. وإنتي؟ كويسة خالص. بقالي كام يوم بسأل عليك في التياترو مش بلاقيك. أنا كنت واخد أجازة بس طويلة شوية. ليه خير؟ قصدي يعني خير؟ خير يا جليل، ما تقلقيش. لا مش قلق، أنا بس كنت عايزة أشكرك من يوميها وأنا عايزة. مفيش حاجة حصلت لكل ده. لا إزاي؟ أنا اليوم ده حسيت إن أنا ليا سند، وأنا من يوم ما جيت البلد دي وأنا اللي سند نفسي. يعني في الفترة اللي كنا فيها سوا أنا ما كنتش سندك يا جليلة؟ ما أقصدش، صدقني يمكن بس ما حصلش ما بيننا الموقف اللي يخليني أحتاج للسند ده، وكمان بعد اللي حصل ما بيننا ما كنتش متخيلة إنك هتبقى أول واحد تقف جنبي. أنا بقى كنت واخد أجازة وفكرت أسيب الشغل عشان ما نقعدش القعدة دي. أنا ما عملتش كده عشان تشكريني يا جليلة، ولا عشان نرجع نتكلم في اللي فات ونعتذر عنه، ولا نتناقش فيه من أساسه. أنا كمان مش عايزة نتكلم فيه. إحنا ممكن نطوي الصفحة دي خالص بحلوها ومرة، ونفتح صفحة جديدة تكون أنت فيها أخويا الجدع. صعب. جايزة الطردية دي برضو كنت بهرب منها بالأجازة. لا أقدر أوعدك بيها جليلة إنك عمرك ما هتكوني محتاجاني وهتأخر عنك. بس بلاش نضحك على بعض ونقول إننا إخوات، لأني عمري ما شفتك أختي ولا هشوفك يا جليل. أنا آسفة يا أمين. آسفة إنك ما عرفتيش تحبيني؟ بيتهيأليش دي حاجة تعتذري عنها. كنت تعتذري لو كنت كملتي معايا، وانت عارفة ان مهما عملتي مش تقدري تحسي باللي انا حاسه ناحيتك. لو بتعتذري على حاجة قلتيها او عملتيها ضايقتني، فانا كمان عملت كده ساعات. بتقدري تعتبرينا خلصين؟ هو انت ازاي طيب كده؟ يا ريتها كانت طيبة، انما بكرة اشفى من اللي في قلبي ليكي. مين عارف، يمكن يا ستي ساعتها نعرف نبقى اخوات زي ما انتي بتقولي.